ده نصيبك يا توحة. واضح ان الراجل انبسط منك قوي لدرجة انه زود الفيزيتا. الله، بس يا باشا الراجل ده يعني كان بيتكلم كلام كده غريب ما فهمتوش. غلط يا توحة، غلط. اي حاجة تسمعيها كأنك ما سمعتهاش خالص. دي طبيعة شغلتنا، الأمانة فيها أهم من الكفاءة. وبعدين انت انبسطتي، كل مهمتك تبسطيه وبس. بس أنا بقى يا باشا مش هروح للراجل ده تاني، شايف الكرابيج معلمة على جتتي ازاي؟ ده شوهني. هتروحي له ورجلك فوق رقبتك، مش بمزاجك. وبعدين شوف انت واخدة قد إيه في ليلة واحدة، فلوس ما ياخدهاش رئيس مجلس إدارة في شهر. عيب يا توحة، ما تبطريش عن نعمة لا تزول، حرام. حرام، مش أحسن بيه. كده أنا أحبك وأحطك في نين عينيا وأتك عليك. مش حسام بيه عسل انت يا روح النعناع. يلا سعيدة. سعيدة مبارك. صباح الخير يا أم سمير. صباح النور. مبدرة يعني يا وزة النهاردة؟ أكل عيش بقى، نعمل إيه؟ رايحة المهندسين برضك؟ أنا رايحة، تعالي نروح مع بعض بقى. يا أختي المهندسين يومين دول رزقها قليل قوي. ليه يا بت؟ ده المهندسين رزقها كتير والناس اللي فيها كويسة ومعاهم قرش. أنا لا شفت منها لا قرش أبيض ولا قرش أحمر. مفيش حاجة بتبقى على حالها. أنا يا أختي قررت أروح حتة تانية النهاردة بس لسه مش عارفة هروح على فين. ربنا يفتحها في وشك، اتكلي على الله. الله يخليك. يلا سلام. سلام يا أم سمير. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. خدي رايحه فين انت؟ تعالي تعالي. ايه يا اخويا طالعه في ايه؟ طالعه فين؟ طالعه عند مين يعني؟ طالعه استرزق، اول باب الاقيه في وشي هخبط عليه. دلاله يعني؟ لا لا، بقول لك ايه، والنبي اتكلي على الله، ما عندناش احنا الكلام ده في العماره. الله يا اخويا، هو انت مالك حامي عليا كده ليه؟ هو حد داسلك على طرف؟ بالراحه، ده انا واحده غلبانه وعلى باب الله داخله استرزق بطلع رزقي يوم بيوم. هو في ايه؟ لا بقول لك ايه، والنبي الله يبارك لك، احنا مش عايزين مشاكل مع السكان، روحي شوفي رزقك في مكان تاني. ربنا يا اخويا ما يجيب مشاكل. طب بقول لك ايه، ما تسيبنا اطلع، يمكن الزباين يعجبهم شكلي يقولوا عليا غلبانه. سيبنا استرزق يعني. لو النبي. بقول لك اسمعني اسمعني. قولي. انا هطلع واللي هبيعه هدي لك نسبه منه، ايه رايك؟ طب افرضي طلعتي بعتي ونزلت وقلت لي ما بعتش. حدق يا واد، شكلك ابن سوق. خد والله العشره دي استفتحت النهارده. والله نهارك عنب. طب احب اطلع لك الحاجه. تسلم. طب بقول لك ايه؟ نعم. انت عايز تساعدني؟ عيني. طب ما تقول يا اخويا على الزباين اللي هيشتروا على طول من غير ما يفاصلوا، انا مش قد الفصاح. فهمتك فهمتك، سهله دي. بص يا ست، الدور الاول شقه الدكتور عمر، الشقه دي على اليمين. ها. الدور التالت شقه مدام مديحه، ست سكره كده ووشها سمح وبتشتري من اي حد اي حاجه. قشط. في وش الاسانسير. ها. الدور الاخير بقى ده شقه واحده، شقه الباشمهندس عماد، مراته كده ست عسليه، وبص يعني هتشتري منك كل البضاعه وهتكرمك اخر كرم. والنبي انت اللي راجل عسل حبيبتي. ربنا يا اخويا يوقف لك ولاد الحلال. يلا. يا لهوي يا اخويا، انت قلت لي الدور الاول وايه؟ الدور الاول والثالث والاخير. ماشي، يلا انا طالعه وراجعاك. ركزي بقى. حاضر. مستنيكي.